حتى لا تذهب المرؤة بين الناس. هذه جمعة الخير من قصص العرب في جواهر الأدب. يذكر هذه القصة يا جماعة الخير، إنسان كان عنده خيل أصيلة، وجاه واحد قال له ربيع، وقال له يا ابن الحلال تبيع الخيل اللي عندك أعطيك ثمنها كذا وكذا؟ قال لا 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 ما أبيعها. يا ولد يا ابن الحلال يهديك الله يرضيك الله، يمين يسار يبي أدفع لك كذا أو أدفع، يأس من عنده مشى. سوى هذا يا جماعة الخير ربيع صاحب الخيل، تنكر له وسوى نفسه انه مسكين وخارج المدينه، سوى نفسه مسكين يا الله يمشي. ثم جاء هذا صاحب الخيل الاصيل، هو يمشي وشاف المسكين عطف عليه، فقال له لو سمحت يعني ركبني الخيل ما اقدر امشي. فهذا على طول ركب الخيل، يعني تقول يعني رجال كبير بيساعده. يوم منه ركب على 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 ظهر الفرس، الله يشيل الغطال عن وجهه ويشفك اللطمة عن وجهه، هو يناظر قال شف أخذتها بدون ثمن، يوم أني بعطيك أعطيتك ثمنها رفضت، الحين أخذها طلق عن خشمك. قال لحظة لحظة لحظة، يوم شاف أنه غدر فيه صاحب الخيل قال لحظة لحظة يا ربيع وقف وقف وقف، بقول لك كلمة بعدين امشي. قال لا تخبر الناس باللي سويته أنت، لا تقول أنا أخذت الخيل. قال ليش؟ قال حتى لا تذهب المروءة بين الناس. هو يدنق رأسه وينحرج، هو يفشله. قال له ربيع لقد غلبتني بهذه، وينزل عن ظهر الخيل ويرجع لصاحبه ويمشي. المروءة يا جماعة الخير خلق أصيل وموجود ترى بين الناس، والحمد لله أنه ما مات، لكن بعض العينات تقتل هذه المروءة. ودائما يقول في مثل عندنا يقول لا تذبح المروءة بين الناس.